قال لواء عادل أبيب وزير التنمية المحلية الأسبق إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فعل خلال فترة حكم لا تتعدى الأربع سنوات ما لم يستطع غيره فعله في 50 عاما، ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته الحملة الرئاسية الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بالإسكندرية. سيد الرئيس رجل قوي كريم شجاع لديه القدرة على اتخاذ القرار، شال التراكمات الموجودة كلها من 50 سنة وإن كانت تؤثر على شعبيته لكن تحملها وشالها، شالها في سبيل مصر، إنه راجل وطني عاوز يبني دولة مصر العظمى. دولة مصر العظمى إن إحنا لنا وضع في على مستوى دول العالم كلها، إن إحنا نبدأ بالفعل إن إحنا يبقى لنا وضعنا العالمي. احنا اتكلمنا لسبب الخمسين كنا بنتكلموا على البطولات الصفقة وانجازات السيد الرئيس والجيش المصري وان ارتداد على الارهاب، هناك مؤامرات عديدة على مصر